السلام عليكم. النهارده معادنا مع الحلقه الثانيه من سلسله الدايبيتس ميليتس او مرض السكر. هنتكلم فيها على ثلاثه توبيك مهمين جدا. اول حاجه هنتكلم فيها على السكريننج، الحاجه الثانيه هنتكلم فيها على الدايجنوزس، والحاجه الثالثه هنتكلم فيها على الجوز المفروض نوصل لها مع كل مريض سكر. خليكم معايا. السلام عليكم، انا احسن لطفي وحضرتك بتتابع قناه اوتوس فارماسيست، حلقه كل يوم خميس من خميس الصيادله سبيشاليست. اهلا بيك. في البدايه احب اشكر كل الناس اللي تفاعلوا معانا الحلقه اللي فاتت وجاوبوا على الاسئله بتاعتنا، وكالعاده في نهايه كل حلقه هيكون عندنا سؤال، يا اما هتلاقي الاجابه بتاعته مستخبيه في الحلقه، يا اما هتلاقي الاجابه موجوده في الاتاتشمنت الموجوده اسفل الحلقه. بالتوفيق للجميع. زي ما عرفنا الفيديو اللي فات ان مستوى السكر لما بيعدي ال 70 ملي جرام دي سي لتر بيبدا يحفز خلايا البنكرياس عشان تشتغل، وعرفنا كمان ان مستوى السكر في الدم لما بيقل عن ال 70 معناها بيبدا يحصل خطوره في الجسم، وعلشان كده كل هرمونات الجسم بتشتغل على انها ترفع مستوى السكر في الدم، والوحيد اللي بينزل مستوى السكر هو الانسولين. ناخد بالنا ان مستوى السكر لو قل عن ال 40 يبدا يحصل مشاكل في الاعصاب، ودي خطوره انخفاض السكر. وكمان عرفنا الانسولين ازاي بيشتغل في الجسم، وقلنا ان اي حاجه في الجسم او اي ميكانيزم او اي طريقه هترفع مستوى السكر هو هيبدا يوقفها او يقللها، اما اي حاجه هتقلل مستوى السكر في الدم فهو هيكون معاها وبيساعدها. اول حاجه عندنا النهارده هي السكريننج. يعني ايه سكريننج؟ يعني مين هم الناس اللي انا المفروض اشك ان هم مرضى سكر، مين هم الناس المفروض ان انا انصحهم يروحوا يحللوا سكر. تعالوا نمسك ثلاث انواع السكر اللي هو تايب 1 وتايب 2 والجيستيشنال اللي هي الست الحامل. تعال نتكلم على تايب 1. مين الناس اللي في تايب 1 اللي انا اقدر اقول ان انا شاكك فيهم ان هم احتمال يكونوا مرضى سكر؟ رقم واحد، شخص طبيعي جدا وفجاه ظهر عليه فجاه كل اعراض السكر اللي اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات، ساعتها هوجهه للدكتور عشان يعمل التحاليل علشان نتاكد اذا كان هو عنده سكر ولا لا. او شخص طبيعي جدا ما عندوش اي اعراض للسكر ولكن عنده قريب درجه اولى، فبالتالي بكون شاكك ان احتمال ان هو هيجيله سكر في الوقت القريب، فعلشان كده هخليه يعمل تحاليل من ضمنها الانتي بودي اللي هنتكلم عليها كمان شويه. ولو ظهر عنده ان التحاليل دي بتقول ان هو قريب هيجيله السكر، لازم اعرفه ده قدره، ولازم اعرفه ازاي يتعامل مع السكر وازاي يتعايش معاه. الحاجه الثانيه، الشخص اللي هو تايب 2 دايابيتس ميليتس، يعني الشخص عنده سكر من الدرجه الثانيه. مين هم الاشخاص اللي انا هقول لهم روحوا حللوا؟ رقم واحد، اي شخص فوق سن ال 45 سنه لازم يشك ان هو احتمال يكون هيخش في سكر، والمفروض ان هو كل 3 سنين بيعمل تحليل مره ثانيه عشان يتاكد ان هو طبيعي. الحاجه الثانيه، شخص تحت ال 45 سنه ولكن وزنه زياده، البي ام اي لما بيقيسه تطلع فوق ال 25. ايه البي ام اي دوت؟ اللي هو البادي ماس اندكس اللي اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه بتاع التخسيس، وهتلاقوا اللينك بتاعها بيظهر قدامك حالا. مين كمان اللي بقول لهم نروح نحلل سكر نشوف الاخبار ايه؟ واحد تحت ال 45 سنه وزي ما قلنا وزنه زياده ولكن كمان عنده مشاكل في القلب. واحد راح حلل بالصدفه وطلع ان هو بري دايابيتك اللي هو في الوسط، لا هو مريض سكر ولا هو في الطبيعي، وهنقول الارقام بتاعته كمان شويه. بنت عندها بولي سيستيك اوفري، عندها تكيسات على المبايض زي ما اتكلمنا قبل كده، وزي ما هنتكلم بعد كده على الموضوع دوت هنعرف ان احتمال يكون عندها السكر مرتفع. شخص عنده الضغط، لان السكر والضغط ولاد عم، عاده واحد منهم بيبدا في الاول وبعد 5-6 سنين الثاني بيلحقه، فالشخص لو عنده ضغط بشك ان هو ممكن يخش في سكر، فلازم بتابع الشخص ده وبوجهه ان هو يعمل تحليل للسكر. واحد مريض كوليسترول، راح يحلل طلع عنده كوليسترول الهاي دينستي بتاعه طلع تحت ال 35، طبعا ده قليل جدا، او التريجليسرايد فوق ال 250، ساعتها بشك ان هو احتمال يكون مريض سكر. او شخص عنده قريب درجه اولى برضه والشخص ده مريض سكر. او شخص وزنه زياده وكمان مفيش رياضه تماما او مفيش حركه تماما. او شخص ما عندوش اي مشكله تماما ولكن ظهر عليه حاجه اللي بنسميها الكلف، او اللي بنسميها اكنسوزس نيجريكانس. ايه القصه دي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده الشخص بيحس على الرقبه ان في اسمرار بيحصل على الرقبه بدون اي مقدمات. الشخص ده احتمال يكون عنده الانسولين عالي في الدم، ولكن زي ما احنا قلنا في عنده انسولين ريزيستنس، فالانسولين بيشتغل على الجلد بيعمل اسمرار بالشكل ده، ساعتها ممكن اشك ان هو عنده السكر.
كل الناس دي المفروض ان انا لما بقابلهم بوجههم للدكتور ان يرجع يعمل تحاليل عشان يتاكد اذا كان في احتماليه سكر ولا مفيش. الحاجه الثالثه اللي عندنا اللي هي جيستيشنال دايابيتس ميليتس. مين هي الست الحامل؟ المفروض بنشك ان هي مريضه سكر. شيء طبيعي ان اول ستنا بيحصل حمل بترجع للطبيب وعلى طول من ضمن التحاليل الدكتور بيعملها بيتاكد هل هي فعلا مريضه سكر ولا لا. وزي ما قلنا التحليل اللي بيحصل في اول الحمل ده ملوش علاقه ان الحمل هيعمل سكر ولا لا، ده الدكتور بيتاكد هل هي اصلا مريضه سكر ولا لا. لكن من ضمن الاختبارات الاساسيه ان احنا قلنا على الاسبوع ال24 بيبدا الدكتور يعمل تحليل مره تانية علشان يتاكد هل هي جالها سكر من الحمل ولا ما جالهاش. وكمان بعد ما الست بتولد من شهر ونص لثلاث شهور الدكتور بيخليها تعمل تحليل مره تانية. طب ليه الحكايه دي؟ المفروض ان الهرمونات اللي كانت عاليه اثناء الحمل رجعت لمستواها الطبيعي، فالمفروض عندها السكر هيتظبط. لكن بعد شهر ونص او ثلاث شهور من الولاده لو السكر لسه عالي فساعتها هتكمل كمريضه سكر، فلازم بعد ثلاث شهور من الولاده لازم بتتابع السكر مره ثانيه. اي ست ولدت قبل كده طفل وزنه معدي ال 4 كيلو، طب ليه الوزن الزياده عند الطفل بيديني انديكيشن ان الست دي احتمال تكون مريضه سكر؟ لما يكون مستوى السكر في الدم عند الست عالي ومش عارفه تخزنه في جسمها فشيء طبيعي ان السكر ده هيوصل للجنين، فيقوم الجنين يطلع انسولين عادي من جسمه علشان يخزن السكر في جسمه هو. وزي ما احنا قلنا ان الانسولين دوت حاجه بتزود تخزين الدهون، فبالتالي هيتخزن جوه جسم الطفل فهيزود وزنه. فلما الطفل يتولد ووزنه كبير ابدا اشك ان الست اصلا عندها السكر. دلوقتي انا شكيت في الشخص دوت ان هو مريض سكر ووجهته للطبيب علشان يعمل التحاليل. ايه بقى هي التحاليل اللي بتتعمل وايه الارقام الصح بتاعت كل واحده منهم؟ او بمعنى اصح تعالوا نشوف الدايجنوزس ايه هي الارقام المضبوطه. في عندنا خمس اختبارات في غايه الاهميه لازم كلنا نبقى عارفينها وعارفين ازاي بتتعمل وتتعمل امتى وارقامها الصح ايه. رقم واحد الفاستنج. يعني ايه فاستنج؟ معناها واحد بينام 7-8 ساعات ويصحى بدون ما ياكل او يشرب يروح يعمل تحليل للسكر. الطبيعي من 70 ل 100، من 100 ل 125 ده بري دايابيتك زي ما احنا قلنا بيلعب ما بين الطبيعي وبين مريض السكر. فوق ال 126 او 126 وفوق معناها ان هو مريض سكر. الاختبار الثاني بيسميه راندوم بلازما جلوكوز. يعني ايه؟ واحد معدي مع اخته ولا مراته على صيدليه وبصدفه قال لدكتور حلل السكر، يعني ما كانش مرتب ليها، ما كانش عامل حسابه انه هيروح يحلل، اكل ما اكلش بقى لها ساعه بقى لها ساعتين، لا الموضوع ايه عشوائي تماما. تحت ال 140 الشخص ده طبيعي. من 140 لغايه 180 اللي احنا قلنا عليها اللي هو الثريشولد بتاع الكدني معناه ان الشخص ده بري دايابيتك. طب فوق ال 180 معناها ان الشخص ده دايابيتك. الاختبار الثالث بيسموه او جي تي تي اللي هو الاورال جلوكوز توليرانس تيست. معناه ايه؟ معناه ان انا بدي الشخص ده 75 جرام من الجلوكوز وبقول له نحلل بعديها بساعتين. دي نفس الارقام بتاعتها، نفس الارقام بتاعت الاختبار السابق، كانه راندوم بالظبط. لو تحت ال 140 طبيعي، من 140 ل 180 ده بري دايابيتك، فوق ال 180 ده مريض سكر. الحقيقه ان الثلاث الاختبارات الاولانيين دول ما ينفعش استعملهم كاختبار وحيد ان ياكد لي الشخص ده مريض سكر ولا لا. فعلشان كده لازم الدكتور لو لقى الارقام عاليه سواء بري دايابيتك او دايابيتك في الارقام ديت لازم بيتاكد باختبار تاني. عادة بيكون الـ A1C اللي هو السكر التراكمي. ايه بقى هو الـ A1C او بيسميه الجلايكيتد هيموجلوبين. معروف ان الهيموجلوبين بيشيل رقم معين من السكر. من المعروف ان الـ RBCs ليها فترة عمر معينة. العمر بتاعها من 3-4 شهور. فأنا لما بحلل الرقم ده كأني حللت كل دقيقة في الثلاث شهور اللي فاتوا. فالرقم ده ما فيهوش لعب يا يا لا. فهو الرقم ده تأكيدي لكل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. معنى كده ايه؟ ان لو الشخص طلع سكره عالي مع الاي 1 سي مش محتاج ان انا احلل بعد يومين ثلاثه تاني، لا ده محتاج احلل كل اربع شهور. يكون الار بي سيز طلع مكانها جديد وبدات تشيل جلوكوز جديد، فساعتها هقيس الجلوكوز الجديد. الحاجه الثانيه الاختبار ده دقيق جدا، يعني مش محتاج ان انا اكد عليه باختبار تاني. امتى الاي 1 سي ما يكونش مظبوط؟ واحد عنده هيموليتيك انيميا، يعني تكسير في الار بي سيز، ساعتها الرقم السكر اللي هيطلع لي عن طريق الاي 1 سي مش هيبقى مظبوط. واحد عنده ملاريا برضه هيكون في عندي مشكله في استقبال الجلوكوز مع الار بي سيز. واحد عنده سيكل سيل انيميا، شكل الار بي سيز نفسها مش مظبوط، معنى كده ان هي بتشيل جلوكوز برضه برقم مش مظبوط، هيديني انديكيشن غلط.
اخر حاجه عندنا ان هو واحد لسه ناقل دم جديد، معنى كده ان لما حل سكر مش هكون انديكيشن للشخص نفسه، هيكون انديكيشن للشخص الدونر اللي هو اداله الدم جديد. طب ايه هي ارقام الاي 1 سي الصحيحه؟ تحت ال 5 و7 من 10 الشخص ده طبيعي، من 5 و7 من 10 لغايه 6 ونص الشخص ده بري دايابيتك، فوق 6 ونص الشخص ده دايابيتك. بالاربع اختبارات دول انا عرفت الشخص ده مريض سكر ولا لا ولا بري دايابيتك، لكن ما عرفتش ايه السبب الرئيسي. هل المشكله اصلا في الانسولين، يعني الانسولين قليل ما بيفرزش بشكل كبير، ولا المشكله اصلا ان الانسولين موجود ولكن مش عارف يشتغل؟ هنا بعمل اختبارين مهمين جدا، هنا بعمل اختبارين مهمين جدا عشان يحدد لي السبب الكوز الاساسي في السكر دوت. اول حاجه بعمل اختبار للسي بيبتايد اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، وقلنا ان الانسولين عشان يطلع من الجسم بيكون مربوط بالسي بيبتايد، وده بنسميه بري انسولين اللي هو ان اكتيف، وكل 1 موليكول من الانسولين هيديني مقابل ل 1 موليكول من السي بيبتايد. وقلنا لو انا حللت في الجسم وطلع عندي سي بيبتايد معناها البنكرياس عندي شغال، وهقدر اقيس النسبه بتاعته اذا كانت طبيعيه ولا لا بسهوله. ليه؟ لان فتره وجوده في الدم اعلى بكتير من الانسولين. لو انا حللت السي بيبتايد وطلعت مش موجوده معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده تايب 1، ان البيتا سيل ما عادش بتطلع اصلا انسولين، لان اصلا ما لقيتش السي بيبتايد موجود. اما في حاله تايب 2 هلاقي السي بيبتايد موجوده، وفي اول المره هتبقى عاليه جدا لان الجسم بيحاول يطلع انسولين زياده علشان يعادل السكر الزياده. وطالما السي بيبتايد موجوده معناها الانسولين موجود. ولما بلاقي السي بيبتايد موجوده في الدم بشكل كبير، وكمان انا محلل الاول اختبارات الثلاثه الاولانيين وطلع معايا ان السكر عالي، معنى كده ان المشكله فين؟ في الانسولين ريزيستنس، يعني الانسولين موجود لان السي بيبتايد موجود، وكمان الشخص ده مريض سكر لان حللت واتاكدت ان السكر عنده في الدم عالي. الاختبارات الثانيه اللي بنسميها اوتو انتي بودي، معناها ان الجسم بيطلع خلايا مناعه يروح يكسر حاجه معينه بينتج عنها في النهايه ان ما عادش موجود انسولين في الجسم. لازم نعرف ان الشخص لو عنده اوتو اميون، معناها انتي بودي بتروح تهاجم اماكن معينه زي ما هنتكلم عليها دلوقتي في البنكرياس، معنى كده ان المشكله دي ملهاش حل، هو الشخص خلاص هو الجزء بتاع البيتا سيل اتدمر، فبالتالي ما عندوش انسولين يفرزه، معنى كده ان هو تايب 1، ان ما عادش اصلا جسمه بيفرز انسولين من الخارج. طب ايه هي اشهر التحاليل؟ لما بتجي لك في ورقه او المريض بيسالك التحاليل بتاعت ايه، لازم تبقى عارف ايه هي التحاليل دي، تبقى عارف الدكتور بيفكر في ايه. اول حاجه هتقرا ايلت سيل انتي بودي، انسولين انتي بودي، الجاد او جلوتاميك اسيد انتي بودي، او تيروسين فوسفاتيز انتي بودي. اول ما اشوف التحاليل دي لازم اعرف الشخص على طول ان الدكتور شاكك ان احتمال يكون عنده خلايا مناعه بتهاجم البنكرياس، وهتكون لو النتيجه طلعت ايجابيه مع التحاليل دي معناها ان الشخص ده هيبقى تايب 1 دايابيتس ميليتس. طب ايه هي الارقام الصح الخاصه بجستيشنال الست الحامل؟ هل هي نفس الارقام بتاعت الشخص الطبيعي ولا لا؟ في حاله الحمل انا بعتمد على نوعين فقط من التحاليل. الحاجه الاولانيه الفاستنج، ان الست تبقى صايمه وتروح تحلل. والاختبار الثاني الاو جي تي تي اللي هو الاورال جلوكوز توليرانس تيست. في حاله الفاستنج لو الرقم طلع فوق ال 92 دي دايابيتس. وفي حاله الاو جي تي تي يعني الممرضه هتديها 75 جرام جلوكوز وهتقول لها اشربيه، وبعد ساعة هنحلل وبعد ساعتين هنحلل. لو بعد ساعة سكرها طلع فوق ال 180 دايابيتس، أو لو بعد ساعتين حللنا طلع فوق ال 153. السؤال هنا ليه بنعامل الست الحامل الأرقام بتاعتها بنعاملها أقل من الشخص الطبيعي؟ الشخص الطبيعي من 70 ل 100، لكن هنا بقول فوق ال 92 مش فوق ال 100. ليه الرقم عند ستات الحوامل بنخليه أقل من الشخص الطبيعي؟ الإجابة ببساطة إن أنا عندي شخصين بيستهلكوا السكر. فتخيل معايا الست بتستهلك السكر، جسمها بيحتاج طاقه وكمان ابنها بيحتاج طاقه، وبالرغم من كده لسه السكر برضه مرتفع، فعشان كده لما بيعدي فوق ال 92 بس بعتبرها مريض سكر على طول. وزي ما قلنا ان هي لو في اول زياره حللت وطلع سكرها عالي ده سكر ملوش دخل بالحمل، ده سكر بتاعها هي. السؤال هنا ليه ما بستعملش الاي 1 سي كاختبار للحوامل بالرغم ان هو حاجه تاكيديه جدا؟ الإجابة ببساطة إن اختلافات السكر بتبقى الست ماشية بشكل طبيعي، عند نهاية الشهر السادس بيحصل تغيير دراماتيكي جدا في نسبة السكر في الدم، فالـ A1C مش هيلحقني إن أنا أعرف رقم السكر كام،
هتلاقيها مباشره دخلت في سكر. احل اي 1 سي ممكن يطلع طبيعي، لكن سكر العالي بتاعها في الدم هنلاقيه عالي. فعلشان كده ما بعتمدش قوي على الاي 1 سي، بعتمد فقط على الفاستنج بلازما جلوكوز وعلى الاو جي تي تي. الحاجات دي بتاكد لي مباشره السكر عالي ولا لا. دلوقتي الشخص جالي وانا شاك ان هو مريض سكر، وعرفنا مين الناس اللي حللهم، ووجهته للدكتور وعملت معاه الدايجنوزس وعرفت اذا كان رقم السكر بتاعه مرتفع ولا طبيعي، وتاكدت ان هو مريض سكر. الحاجه الثالثه بقى المفروض بيتعامل معاها ايه؟ الحاجه الثالثه المفروض ان انا بعرف الجولز بتاعتي ايه، ايه هي الحاجات اللي المفروض اقول له قللها او الحاجات نقول له زودها، ايه الحاجات اللي يحافظ عليها وايه الحاجات المفروض يتركها. بمعنى اصح ايه هي الجولز المفروض اوصل لها مع مريض السكر. زي ما قلنا قبل كده ان السكر مع الوقت بيكون ليه مشاكل، مشاكل على الاعصاب، على الاوعيه الدمويه، على حاجات كتيره جدا هنتكلم بعد كده عليها بالتفاصيل. فالمفروض ان اي حاجه هتزود لي المشاكل دي المفروض ان انا اقللها، واي حاجه هتحميني المشاكل دي المفروض ان انا اكون معاها. طب ايه هي اهم ثلاث حاجات المفروض ان انا بتابعهم ويكون عندي جول اوصل ليا فيهم بتارجت معين؟ رقم واحد الضغط. زي ما قلنا الضغط والسكر ولاد عم عاده 5-6 سنين، والشخص بيقلب من ضغط هيبقى ضغط وسكر او من سكر هيبقى سكر وضغط. الحاجه الثانيه ارقام السكر نفسه لازم يكون ليا تارجت فيها. والحاجه الثالثه الكوليسترول، لان الكوليسترول مع مريض السكر حاجه خطيره جدا، ممكن يعمل لي مشاكل كبيره جدا في الاوعيه الدمويه. فلازم الثلاث حاجات دول يكون ليا تارجت فيهم. طب ايه هو التارجت بتاعي او الجول بتاعي في كل واحده من دول؟ رقم واحد بالنسبه للاي 1 سي، المفروض الشخص كمريض سكر كل 3 او 4 شهور هيرجع للدكتور هيعمل تحليل اي 1 سي، او اللي احنا بنسميه السكر التراكمي. التارجت بتاعي ان يكون تحت السبعه، يعني الشخص احنا قلنا قبل كده ان هو عدى 6.5 معناه مريض سكر، لكن الرقم عشان اعرف اذا كان مريض سكر ولا لا دي حاجه، والتارجت بتاعي دي حاجه ثانيه. كل ما الرقم يكون تحت السبعه دي حاجه كويسه جدا، معناها الكومبليكيشن اللي بتحصل من السكر بتقل جدا. كل واحد كل رقم نقص في الاي 1 سي معناها بيديني فتره حياه افضل وامن للمريض دوت. فانت بتسال المريض بتحلل اي 1 سي ليه؟ انت عاوز تعرف اذا كنت مريض سكر ولا لا، ولا انت اصلا مريض سكر وبتتابع؟ لو قال لك ان انا لسه عاوز اعرف اذا كنت مريض سكر ولا لا يبقى الثلاث ارقام اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. لكن لو قال لك ان انا مريض سكر وبتابع ساعتها تقول له لا لازم يكون تحت السبعه. طيب لو جه سالك المريض ان انا بتابع السكر بتاعي وعاوز اعرف بتابع كل قد ايه؟ لو الشخص وصل للتارجت اللي هو تحت السبعه بقول له خلاص كل 6 شهور ممكن تحلل مره، بلاش كل 3 شهور. لكن لو كل مره بيحلل الاي 1 سي وهو لسه برضه معدي السبعه يعني معدي التارجت بتاعه بخليه يحلل كل 3 او 4 شهور. اول ما يظبط الاي 1 سي عنده بقول له خلاص كل 6 شهور كفايه. بالاضافه ان الشخص ده لازم يتابع في البيت بتاعه بجهاز السكر العادي. طب ايه هي ارقام السكر المفروض تتابع عند الشخص ده في البيت؟ لازم الشخص ده وهو بيتابع الفاستنج بتاعه يكون ما بين 70 لل 130، اما البوست برانديال يعني بعد ما بياكل بساعتين لازم الرقم ده يكون تحت ال 180. ناخد بالنا يا جماعه ان الارقام دي التارجت، ان الحاجات دي المفروض اوصل لها، مش الارقام اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هي خاصه ان انا اعرف الشخص ده مريض سكر ولا لا. الارقام دي التارجت المفروض مريض السكر بيوصل لها، يعني بينزل من 200 و250 بعد الاكل ان هو ينزل ل 140 و150. طب ايه الهدف من التحاليل في البيت؟ ما انا بروح احلل اي 1 سي كل 3 4 شهور كل 6 شهور وكويس. الهدف مش ان احنا نعذب المريض معانا ان احنا نشكشك الشخص مرتين في اليوم، لا الموضوع مش كده خالص. التحاليل دي عاده بتستعمل علشان نعرف العلاج بتاعنا عامل ايه، هل الشخص ده العلاج بتاعه جاي نتيجه كويسه ولا لا. طب ناخد مثال بسيط كده عشان نفهم انا ليه بخلي الشخص يحلل مره او مرتين في اليوم. تخيل معايا ان الشخص ده مريض سكر تايب 1 او تايب 2 ووصل للانسولين، فبياخد انسولين على مدار اليوم، بياخد جرعه عند النوم بالليل وبياخد مثلا 3 جرعات مع كل اكله. الشخص ده الصبحيه لما بيجي يحلل بيلاقي سكره مظبوط وزي الفل، معنى كده ان جرعه بالليل بتاعت الانسولين مظبوطه، لكن لما بيحلل بعد الاكل بساعتين الانسولين بتاعه طلع عالي، معنى كده ان الجرعه بتاعت الاكل لازم تتظبط. فعلشان كده التحاليل بتعرفني الجرعه بتاعتي مظبوطه ولا لا، فلازم توصل المريض بتاعك ان الدكتور لما بيكتب لك ادويه لازم يتابعها عن طريق التحاليل دي. لكن الاي 1 سي مش هتعرفني السكر بتاعك على مدار اليوم عامل ايه، الاي 1 سي بتديني متوسط بتاع السكر على مدى 3 شهور فقط. دي الجول بتاعتنا مع السكر، او بمعنى اصح بنسميها جلايسيميك جول، اللي هي ارقام السكر المفروض بوصل لها. اما التحاليل الثانيه او الجول الثانيه المفروض بتابعها بنسميها نون جلايسيميك جول، يعني اهداف ولكن ما هياش اهداف خاصه برقم السكر نفسه. زي ايه؟ اول حاجه قلنا الضغط. التارجت بتاعي في الضغط يكون 140 90، يكون تحت الرقم ده.
اما لو الشخص عنده مشاكل صحيه تانية، يعني مثلا الشخص ده عنده مشاكل في القلب، لا ده انا بنزل بالرقم ده كمان، يكون التارجت بتاعي 130 80 واقل كمان. معلومه كده جانبيه هنروح لها في الفيديوهات اللي جايه. دايما الدكتور بتاع السكر بيكتب للمريض ARB او الايس، بالرغم ان الشخص ده ما هواش مريض ضغط. ليه بيعمل حكايه دي؟ الاي ار بي او الايس وجدوا ان هي بتحمي الكلى من مشاكل السكر، فما تستغربش لما تلاقي الدكتور كاتب للشخص دوت وهو اصلا ما عندوش ضغط كاتب له حاجه خاصه بالضغط، الاي ار بي او الايس، وعاده بتاخد بجرعه بسيطه جدا. لكن لو الشخص عنده ضغط وعنده سكر يبقى الاولى ان انا هديله ايس على طول، منها تظبط الضغط بتاعي ومنها هتحمي الكلى، وطريقه حمايتها للكلى وشغلها اجلوها لغايه لما نوصل ليها في الفيديوهات اللي جايه. الجول الثاني اللي عندي في النون جلايسيميك جول هي الكوليسترول بتاع الدم. ايه هي الارقام الصح المفروض بوصل لها؟ اول حاجه اللو دينستي لايبوبروتين او ال دي ال، الرقم بتاعي او التارجت بتاعي يكون تحت ال 100، ولو الشخص ده عنده مشاكل في القلب ده التارجت بتاعي بيكون اقل، لازم يكون تحت ال 70. اما التريجلسرايدز فالتارجت بتاعي يكون تحت ال 150. الجديد في الريكومنديشن ان ما عنديش تارجت قوي في الحاجات الخاصه بالكوليسترول، كل ما الرقم ده بيقل تحت الارقام دي ممتاز جدا، يعني طول ما الشخص بيعمل رياضه بينزل وزنه بيحاول يوصل لارقام تحت الكلام ده فده شيء كويس جدا. طبعا الدراج اللي عندنا المعترف بيه هو الاستاتين، هو الدراج اوف تشويس في حاله الشخص مريض سكر ولازم بخفض الكوليسترول بتاعه عن طريق الادويه دي. فلازم ناخد بالنا ان مريض السكر لما بتلاقي الدكتور كاتب له علاجات خاصه بتخفيض الكوليسترول وارقام الكوليسترول اللي عنده طالعه في الطبيعي ده ممتاز جدا وده مهم جدا، ما تخلوش يوقف. علاج الكوليسترول هنا مش هيكون بناء على التحاليل، علاج الكوليسترول هنا هيكون اساسي علشان نمنع زياده الكوليسترول، عشان نمنع الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من الكوليسترول. فاي مريض سكر من ضمن العلاجات الاساسيه بتاعته علاج الكوليسترول. وان شاء الله هيكون عندنا فيديو قريب بنشرح الطريقه اللي بنمشي عليها في استخدام ادويه الاستاتين، مين هم الناس الاليجابل ان انا استعمل معاهم الاستاتين. بالنسبه للحوامل ايه هي الارقام بتاعتي، ايه هي الجولز المفروض بوصل لها مع الست الحامل. بالنسبه لارقام السكر عند الست الحامل في ثلاث ارقام مهمه جدا، بعد الاكل بساعه لازم الرقم يكون تحت ال 140، بعد الاكل بساعتين لا يقل عن ال 120، بالنسبه للصايم يكون تحت ال 95. وبالنسبه للارقام بتاعه النون جلايسيميك بتاعه الضغط وبتاعه الكوليسترول هي نفس الارقام بتاعه الشخص العادي. الحوامل هيبقى نفس ارقامها او التارجت بتاعنا هو نفس الارقام اللي المفروض بوصل لها مع الشخص العادي سواء في الضغط او سواء في الكوليسترول. لكن طبعا العلاجات الخاصه بالحوامل هتبقى مختلفه عن العلاجات الخاصه بالشخص العادي. طب انا كده خلصت الجولز المفروض بوصل لها، كل الارقام بتاعتي سواء جلايسيميك او النون جلايسيميك جولز، وزي ما قلنا انا بعمل الحاجات دي كلها وبعرف الشخص المفروض ان هو يظبط ضغطه ويظبط الكوليسترول ويظبط السكر. ليه؟ علشان ما يحصلوش مشاكل من السكر. لازم احنا كصيادله نوصل للمريض ان السكر دي حاله هيتعايش معاها بقيه حياته، ولو ظبط معاه السكر هيبقى كويس جدا مش هيعمل له مشاكل، لكن ساب السكر يلخبط معاه هيحصل له مشاكل. زي ما هنتكلم بعد كده تقريبا السكر بيدمر كل الجسم، فلو ما ظبطتش السكر بتاعي كويس ومشيت مظبوط هيتعبني بقيه حياتي. ولازم توضح للست الحامل اللي جايه تقول لك والله انا عندي سكر حامل وخايفه، لازم تعرفها ان لازم تظبط سكرها لان ممكن يحصل مشاكل عليها او مشاكل على الجنين. مشاكل عليها ابسط حاجه ممكن يحصل تسمم حمل، ممكن ارتفاع في الضغط يحصل عن طريقه نزيف، وبالنسبه للجنين ده ممكن يخش في مشاكل بعد الولاده، يحصل له مثلا حاجه زي الصفره، ينزل وزنه زياده جدا، يحصل له مشاكل في التنفس، يكون بعد كده اصلا معرض للسكر. وبالنسبه للاشخاص العاديين لازم اوصل لهم ان السكر ليه مشاكل على القلب، على الاوعيه الدمويه، على العين، على الكلى، على الاعصاب، فلازم يتابع مع الدكتور بتاعه باستمرار ارقام السكر اللي هو بيوصل لها. بكده تكون حلقه النهارده انتهت، وده السؤال بتاع الحلقه. ما تنساش شوف السؤال ودور على الاجابه وسيب لي اجابتك في التعليقات. كالعاده كل الماتيريال اللي احنا استعملناها هتلاقوها موجوده في لينك اسفل الفيديو، وكمان الفيديو اللي عاوز يحمله بشكل مجاني هتلاقيه موجود في لينك اسفل الفيديو، وكمان في لينك بيشرح لحضرتك ازاي تحمل من موقع التحميل برضو موجود في لينك اسفل الفيديو. لو عجبك محتوى الفيديو دوت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. شكرا واشوفكم الحلقه الجايه من اوكتوس فارماسيست، في امان الله.